بذكر الذكاء وذكر الجمال وذكر اللطافه، احنا النهارده بنفتكر، والنهارده ذكرى رحيل الفنانه شويكار، الفنانه الجميله اللي طول الوقت هي جزء من مش بس تراث الفن المصري، لكن هي جزء من ثقافتنا المصريه، من ضحكنا، من نكتنا، من افيهاتنا، من كلامنا في الافلام، وكمان هي ايقونه جمال محدش بينساها ابدا. احنا النهارده عايزين في ذكراها نسلم على بنتها الجميله بالتبعيه منة الله الجوهرجي. مساء الخير عليكي. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، زي حضرتك. احنا النهارده يعني بنحتفي بذكرى او بكره ان شاء الله ذكرى الاولى لرحيل الفنانه الجميله شويكار. كيف مر هذا العام وايه الحاجات؟ عارفين انه كانت سنه فيها كتير من الاحداث العالميه، يعني كورونا وغيرها. لكن ايه الحاجات اللي حضرتك كنت فرحانه انها حصلت باسم الفنانه او احتفاء باسم الفنانه شويكار، او لم تحدث بالمناسبه والنهارده دي فرصه انك تقولي لنا وانك تنبهي صناع الفن والقائمين عليه لسيرة هذه الفنانة الكبيرة؟ والله يعني طبعا هي سنة وحشة جدا جدا مرت عليا يعني شخصيا طبعا، بس هي موجودة طول الوقت في أفلامها ومسرحياتها وكل حاجة، يعني حتى انترفيوهات، ده بيصبر الواحد شوية يعني. لكن عمره ما بيبقى بيصبره قوي يعني، لا طبعا لا طبعا يعني جوايا لا مفيش حاجة بتعوض الفقد يعني، لا لا مستحيل، لأنه احنا كنا صحاب قوي يعني، مش أم وبنتها لا، يعني هي أمي وأختي وصاحبتي. إيه اللي ما نعرفوش عن شويكار؟ 10-15 مرة. ايه اللي ما نعرفوش يعني عن شويكار، عن حياتها وعاداتها، عن علاقتها ب... أولاً هي ست بسيطة جداً زي ما بتشوفيها كده في التمثيل، يعني دي طريقة كلامها العادية، هي مش بتصطنع حاجة، هي طبيعية جداً، حنينة قوي، بتدلع الناس كلها، ما تحبش تشوف حد زعلان بجد، يعني عايزة الناس كلها مبسوطة، عندها عطاء غير عادي في الحب والحنان والكرم. مش عارفه اقول لك ايه يعني، انا مش يعني بجد مش عشان هي مامتي، لا هي فعلا كده. كان في خبر او معلومه كده بتقول لنا ان كان في وصيه للفنانه الكبيره شويكار لكنها فقدت، تلفت، ايه اللي حصل؟ لا هي وصيتني على صحتي، عشان طبعا هي كانت يعني دايما تقول لي انت اغلى حاجه عندي وما احبكيش تبقي تعبانه ابدا عمرك، خلي بالك من صحتك وجوزك واولادك، يعني هي دي الوصيه اللي دايما كانت تقولها لي. انما غير كده لا لا مفيش، ما سابتش حاجه عن مذكراتها الشخصيه، عن حياتها؟ لا لا خالص، بالعكس يعني هم ما كانوا دايما يسالوها ويقول لك تتعمل مسلسل، يتعمل روايه كده، كانت تضحك وتقول انا حياتي عاديه جدا على فكره، يعني ما فيهاش احداث، كانت دايما تقول كده وتضحك. قصه الحب الاسطوريه اللي احنا بالنسبه لنا بنحتفي بيها بينها وبين الفنان الكبير فؤاد المهندس، طبعا كانت بتمثل بالنسبه لك ايه؟ كل حاجه حلوه ممكن تتخيليها. اولا هو اللي رباني، لان انا والدي توفى وانا عندي سنة وثلاث أشهر، فهو اللي رباه، فهو بابايا بدون متنازع، يعني هو بابايا ورباني وكان بيحبني بشكل غير عادي، وعمره يعني أنا وأحمد ومحمد إحنا إخوات، صحيح إحنا مش من أمه ولا أب، لكن إحنا إخوات أكتر من الإخوات كمان. واضح انه رقي العلاقه، انسحب على رقي العلاقه بالابناء. ده حقيقي والله يعني. يا دكتوره يعني زي ما كانوا هم في حياتهم كده، هم ربونا كده، وعشان كده احنا طلعنا بنحب بعض قوي، وما فيش يوم يعدي الا لما نسال على بعض زينا زي كل الاخوات يعني.
محظوظين اللي بيبقوا يعني شايلين ميراث كبير زي ده، ميراث إنساني وميراث فني. طبعا طبعا احنا نفتخر ان احنا ولادهم. انا عايزه اسال حضرتك، نفسك انه الفنانه شويكار اسمها يكرم بشكل معين؟ اكيد اكيد حضرتك، انا يعني التاريخ ده كله بالعطاء ده كله بتاعها هي عمفرد، اعتقد ان هم يستحقوا ان الدوله تكرمهم، ان يعني هم عملوا كتير وادوا كتير وضحوا كتير وكانوا بيحبوا البلد دي حب يعني من جوه قلوبهم. اكيد. ايه اغلى التكريمات اللي كانت غاليه على قلبها؟ يعني اكيد كانت بتشارك. والله بصي حضرتك يعني هي كل تكريماتها كانت بتشعر بقيمتها وبتدفعها انها تعمل اعمال اكتر واكتر بصراحه يعني. فاعتقد ان كان كله بيفرح. انا بشكرك شكرا جزيلا. وحضرتك يعني أنا كان نفسي اسالك عن اذا كانت قصه حياتها ممكن تترجم في عمل فني، لكن حضرتك قلتي ان هي شايفه انه قصه حياتها عاديه رغم ان احنا شايفينها مبهره جدا. طبعا طبعا، بس هي كانت دايما تقول كده والله وتضحك قوي يعني. تواضع العظماء بس. ايوه ربنا يخليكي. انا بشكرك حضرتك. بشكرك على مداخلتك. انا اللي بشكركم، متشكره قوي. واحنا بنكرم الفنانه شويكار في محبتنا واحترامنا لسيرتها وتقديرنا لحضرتك ومداخلتك معانا. بشكرك استاذه منة طلة الجوهرجي ابنه الفنانه شويكار. في ملحوظه، احنا كتير قوي بنكلم ابناء الفنانين، في حاجه ملاحظه عامه تماما انه اولاد الفنانين هم ابناء لشخص عادي. بالمناسبه هم مش شايفين ان هو فنان، او شايفين اللي احنا شايفينه او الزاويه اللي احنا نراها، مش شايفين الجزء الانساني العميق. لكن فنانين الزمن ده كلهم هم كمان كانوا شايفين نفسهم كده. يعني يمكن في بعض المراحل كده تلاقي ان الفنان هو شايف نفسه طول الوقت فنان، بيتكلم بطريقه مختلفه، بيغير طبقه صوته كده، في حاجه كده بتحصل في الشخصيه. لكن هذا الزمن كل اهله هم ناس بسيطة جدا جدا، ويمكن لهذا السبب أو ده كان سر بقاء ما قدموه بشكل أكبر. يعني كل التقدير لسيرة الفنانة الراحلة.